مرحبا بالفنانه غاده ابراهيم معانا في كلاكيتو دايما منوره الدنيا، وعايزك تكلمينا بقى عن 2022 كانت بالنسبه لك ايه؟ بص 2022 اولا اهلا بكلاكيت، نورتونا، انا معاكم على طول. انا 2022 فيها حاجات حلوه وفيها حاجات مش حلوه، بس يعني كونكلوجن الحمد لله مرت، فاضل اليوم هكسر زيرو اقول له علشان ابدا سنتي الجديده بقى بشغلي الجديد بحياتي الجديده، بالارمي ورا ظهري بقى كل الحاجات السيئه السلبيه. بصراحه نفسي كل اللي جاي يبقى شغلي حاجات ايجابيه، حاجات لذيذه الناس تبقى فرحانه بيها وبس. فطول الوقت يعني هي عندها قليلهم على الانفلونسر وعلى صحابها واصحابها كمان وناس على السوشيال ميديا عايزين يعملوا فيديوز وعايزين يعملوا حاجات، هم اللي بيدوروا على فكره. انا عايز اقول لكم حاجه، لا الترند بيجيب فلوس ولا بيجيب شغل. يعني لو بيجيب فلوس هقول لك اه هسعى ليه، لو بيجيب شغل هسعى ليه، ده تضييع للوقت بالنسبه لي اصلا. بحث الصوت العينين بس يعني احلى كمان ما شاء الله، احنا العيله تتسم بالعينين المصحوبه بالبحة، احنا عندنا بحة يعني صوتنا صيفي وشتوي وخريفي وربيع. ايوه موضوع الصوت الشتوي ده بقى، انا صوتي لكل الفصول، يصلح لكل الفصول، يصلح لكل الفصول، كتفك بس يصلح لكل الفصول. يعني انا عندي البحة بصوتي دي، فانا صوتي صيفي وشتوي وخريفي وربيعي كمان، انا كمان كاريزماتيك واتراكتيف، فالحمد لله صوتي لكل الفصول. يعني صوتي كل كل واحدة كل واحدة صوتها، كل واحدة صوتها ربنا يخليهولها بتحبه. أنا بحب صوتي، بحب البحة اللي عندي، والبحة اللي عندي طبيعية مش مصطنعة، موجودة اهي، موجودة في كل العيلة الحمد لله. لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com.